لمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من بغداد السياسي المستقل دكتور نديم الجابري. أهلا بك دكتور نديم. دكتور، يعني معظم القوى الشيعية تقول إن صيغة الحكم القديمة قد سقطت كما قال وعبر عبد المهدي. ما حكاية العودة إلى خلطة العطار السابقة، التحالف الشيعي الموحد؟ يعني بسم الله الرحمن الرحيم، لا شك أن أطروحة البيت الشيعي قد انهارت منذ سنوات تحت صوت الفشل الذي مني فيه التحالف الشيعي في إدارة البلد. لا هو كان تحالف وطني تمكن من خدمة البلاد بأجمعها، ولا هو تحالف مذهبي خدم الطائفة دون غيرها. في الحقيقة هو ألحق الضرر في الوطن وألحق الضرر بشكل أكبر ربما بالطائفة، وذلك يعني قصة اختزال الطوائف في كتل سياسية، هذه قصة وهمية ليست واقعية. دائما المكونات أكبر من الكيانات السياسية التي تدعي تمثيلها. هذه الخطوة الحقيقة هي كانت من أخطاء التأسيس، هي ليست بنت اليوم، هي تأسست في الأصل. فكرة البيوتات ودولة المكونات هي في الأصل كانت فكرة أمريكية. الأمريكان في نهاية الحكم العهد السابق بدأوا يروجون إلى مفهومة الظلم الطائفي والظلم العرقي حتى يمهدون الأذهان والفكر لدولة المكونات كطريقة من طرق التعويض للطوائف المضطهدة أو للقوميات المضطهدة. طيب دكتور، أنا شخصيا كنت معترض الحقيقة على فكرة تشكيل تحالف من الوهلة الأولى اللي تم تكليف السيد حسين الشهرستاني بتشكيل التحالف الشيعي عام 2005. أنا كتبت مذكرة وسلمتها إلى شخصيا، قلت له أنكم ترتكبون خطأ استراتيجيا فادحا. لكن دكتور نديم، يعني التحالف الشيعي نعم بدر تحالف سني موحد. نعم بدر تقول أن الغاية من الحوار اليوم هو منع الاحتراب الداخلي، وقف الحرب الكلامية. هل الاقتتال برأيك دكتور أصبح خطرا فعليا بحيث يحتاج إلى لجنة سباعية؟ لا، أولا خلينا نقف على فحوى الدعوة. هي فحوى سياسية وليست عقائدية أو فكرية. الكل مقتنع، الفصائل أو القوى الشيعية مقتنعة أنه بضرورة أن يبقى منصب رئيس الوزراء لشخصية شيعية إسلامية. يعني وجود شخصية السيد الكاظم هذا ظرف كان هو محطة استراحة لهذه القوى، لكن تريد أن تعود مرة أخرى إلى السلطة، وهي تعرف أن وصولها أو تحقيقها لهذا الهدف لن يتم إلا عبر المنظومة الشيعية الموحدة. إذا ما تتفق المنظومة الشيعية الموحدة على مرشح معين لرئاسة الحكومة القادمة ما راح يكون، ولذلك هذا هدف يعني تجمع عليه القوى الشيعية. ولذلك تلاحظين كل ما يقترب موعد الانتخابات كل ما يلتم البيت الشيعي سياسيا ومرحليا، ما يلتم فكريا أو عقائديا ولا استراتيجيا. مرحلته تقتصر على الاستحواذ على منصب رئيس الوزراء، والباقين يستحوذون على المناصب السيادية والمناصب الوزارية والدرجات الخاصة، ومن ثم ينفرط عقد التحالف الشيعي، لأن التحالف الشيعي واقعا لا توجد منظومة فكرية تجمعها ولا برامج تجمعها، هي مجرد مجموعة من الأحزاب السياسية التي تنتمي مذهبيا إلى الطائفة الشيعية. الطائفة الشيعية هي مذهب وليست برنامج سياسي، ولذلك ما توفق هذا التحالف في إدارة البلد خلال السنوات المنصرمة. ولذلك يعني أنا مستغرب من فكرة العودة إلى هذا التحالف. هذا التحالف هو الذي يتحمل القسط الأكبر في فشل هذه التجربة، وبالتالي العودة عليه
عودة إلى المنهجية الأولى إلى المراحل التأسيس الأمريكية الأولى، وبالتالي لا توجد أمامه فرصة للنجاح. الظروف الاجتماعية اختلفت، 2003 نعم. كان الجمهور يؤيد هذه التوجهات، اليوم إذن الجمهور إذن لا يؤيد هذه التوجهات. إذن لا تجد هناك فرص كانت شخصية لإعادة السيد أحياء عبد العزيز الحكيم هذه اللجنة جمعة التحالف الشيعي ندي. الآن لا يوجد مثل هذه. دكتور نعم. نديم الجابري السياسي المستقل نعم. كنت ضيفنا من بغداد، شكرا جزيلا لوجودك معنا.